يا ابو صالح في القسم شفاه اغلى من الروح انت ملجأه الاطفاوي المرض طاب يا مولاي منك عليه يضحوني بكل شي ما يتصرف والامل والخير هذا مبدأه عزم ينبو حارب الاخطار والوقائع خلت عزيمته ولا تحكم لو ما لا سمح الله لا تتركه ولا تعبود لو مرض جاهو لا سمح الله لا تتركه وإذا كانوا بالخفا يبكون الشكر إلكم يا أعز الناس يا أهل هذا العشم فيكم حسن محسن وعلو فاطم وموسى بن جعفر الله يحفظكم برسول الله وبرضى السلطان وطول قبل العباس الله ينصركم.